لا 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 ضاعت حاصل سيارة. لا 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 المفروض ما نطيح هنا، بس انه طحنا غرزت السيارة حقتنا، لكن بيوقفون هنا. سيارتنا غرزت، ما اقدر امشي. نزلوا. لا 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 غرزت السيارة. لحظة لحظة يا شباب، ما اتفقنا والله ما سوين شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ عساكم طيب، معكم صالح، وجبت لكم لعبة اليوم اسمها بي اوير. اللعبة ما زالت ديمو، وللأمانة ما أعرف عن اللعبة أي شيء، توني شفت اللعبة هذه وحملتها، يعني شفت الصورة حقتها ما شفت الفيديو. لا تقول إيه تقال ما يعرف بلينجا شفتها. فمن الواضح أن اللعبة هذه جامدة، وخلونا نجربها. نضغط بلاي اللي المفروض يدخلني ألعب. إيش فيه؟ ألو يا طيب، هلا بالطرب. أوكي، حنا في مكان مرعب والصوت مرتفع مره، في مكان واضح انه رعب. ما ادري ننحاش من احد يعني ولا ايش السالفه يا جماعه. المسافه هاند بريك، هلا بالجلنط الجامد. طيب وين اروح؟ ممكن تعلموني وين اروح عشان اعرف. صبر، المفروض نطالع هنا قبل ما نمشي. مشكله ان التحكم بالاسهم واللي يسوق التحكم بالاسهم، واذا تبغى تغير الكاميرا بالماوس. فحنا الحين بنتجه من الطريق هذا اللي ما ادري وين يودي. في سيارات واجد، احس بواحد هنا واقف. في سيارات واجد يسار، والله ما ادري وين اروح يا جماعة. وين اروح انا الحين؟ ايش السالفة يا شباب؟ بروح من هنا، بس الطريق واضح انه ايش السيارة كذا ترقص اذا لفيت. الطريق اللي انا يخوف يا جماعة، لكني بروح منه. والله ما ادري وين اروح صدق. هل المفروض اني اروح هنا صح؟ ما ادري، اتوقع اني اروح هنا. اصبر نطالع يسار. اصبر، في صوت. لا لا ما في صوت، انا قاعد اتوهم. طيب بسوق باليد اليسار والماوس على اليد اليمين عشان اغير الكاميرا على طول اذا بغيت. امورنا طيبه الى الحين، الوضع هادي. ما ادري وين ابغى اروح انا بالضبط، هل في مكان معين اروح له؟ اوكي في لمبات هناك، شكلنا بنروح لها. ولا وش ذا؟ وش ذا المكان يا جماعه؟ اوكي هد هد هد، ليه مسرعين احنا؟ طيب اصلا وش ذا المكان؟ والله شوف المكان مخيف، لكن احنا اقوياء يعني. فبنكمل طريقنا و ايش فيه؟ ايش فيه ذا يلحقني؟ ليش؟ هذول يلحقوني، ايش فيه؟ يمكن ما يلحقوني صح؟ خل اصبر اصبر، خلهم يعدون من جنبي. عدوا عدوا يا شباب، شوفوا في المراية والله اشكالهم يخوفون. روح روح روح، انا ما بهدي شوي، بمشي على روقان. انت روح سبقني، ما علي، خذ راحتك. ايش يبي ايش يبي يحدني؟ قول له كم واحد في السيارة؟ ها 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 قاعد يلحقوني صح؟ يقلع ام الخرشي قاعد يلحقوني. وش سويت انا طيب؟ مريت من جنب المسرح حقكم بس. اتوقع انهم يبون يسوون لي شيء، يذبحوني ولا حاجه، فانا بحط رجلي. ما ادري هل صدق اصلا يبون يلحقوني ولا انا قاعد انحاش كذا، بس واضح انهم يبون يلحقوني لانهم وقفوا يوم وقفت انا. لا 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 ضاعت حاصل سياره. لا 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 المفروض ما نطيح هنا، بس انا طحنا غرزت السياره حقتنا، لكن بيوقفون هنا. سيارتنا غرزت، ما اقدر امشي. نزلوا. لا 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 غرزت السيارة. لحظة لحظة يا شباب، ما اتفقنا والله ما سويت شيء. يقلع اشكالهم يخوفون. ايش في ايش في ايش في؟ ها استسلمت. ديث مت. ايش صار يا جماعة؟ المفروض ما اخليهم يمسكوني. يا الليل. والله رهيبة والله رهيبة. يلا يلا المحاولة الثانية. طيب طيب انا اوريكم. احنا عشان طحنا قبل شوي ما ادري وين، فاتوقع المفروض ان نروح يمين نفس طريقنا قبل شوي. هو يوم مرينا من جنب المصنع حقهم هذاك المعفن جو يلحقوني. ليش؟ وش سويت لهم؟ ما ادري، لكن واضح انهم حاقدين علي في حاجه ما ادري ليش. طيب ايش الصوت المزعج؟ طيب الحين اهم شيء عرفنا ان هي لا لا الطريق مو من هنا. اوكي معليش يا شباب، السياره ما تمشي. يلا تمشي. اهم شيء عرفنا ان اذا جينا عند اللفه هذيك ما نجي مسرعين، نكون مهدين عشان ما نطيح في الطين ونغرز مره ثانيه، لان هذا الشيء اللي انكبنا قبل شوي، طحنا في الطين. ما ادري الزبده الطريق من هنا ولا لا. ليش مسرع انت؟ هد طريق من وين؟ صدمنا بعد. ابي انزل من السيارة. طيب ما اتوقع اني اقدر انزل من السيارة، فبنكمل هذاك المصنع يا الليل. تدرون كيف بوقف؟ بوقف بهدي يعني، وبمر من المصنع بهدوء اشوف بيسوون لي شيء ولا لا. خلنا نشوف. اصبر اصبر، هد هد. ما انا انسان مسالم، بمر من هنا من باب شو اسمه الحب والطمأنينة. شوف السيارة حقتهم داخل والله صح؟ هم هذولي. اصبر خلنا طالع ورا. شوف واحد طلع من الشباك، والله واحد طلع من الشباك يقلع شكله. وش ذا؟ سلندر مان. والله والله شوفوا، بحاول اني انحاش الحين ولا اوقف، وبرضه بركز عشان اهدي في اللفه اللي بعد شوي، لانه واضح انها نكبه.
اوكي وصلنا للمصنع مره ثانيه، بحاول اني بوقف يعني بشوف ايش فيه، ايش تبون؟ مو بوقف لهم، لا بوقف هنا لان في واحد، شوفون واحد داخل صح؟ والله كان في واحد داخل يا جماعه، انا بديت اخاف. شوفوا يقلع شكله، وش ذا الجسم؟ اصبر اصبر، بيطلع الحين من الشباك. وينه؟ اي شوف الشباك اللي هناك، راح صدمنا. شوف شو بيطلع من الشباك الحين، ما ادري اذا بيطلع ولا لا. يا اخي كيف اشوف كذا؟ وخر خر الشباك عشان اشوف. اه طلعوا صح، ويشوف طلع يركض، طلع قدام. كيف طلع قدام؟ نسيت. ها البحر، اصبر، انحش 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 يا عمي. المشكله ما اعطونا الا كرسي ده، وش السياره الخايسه ذي؟ طيب الحين تركيز، فول فوكس فول فوكس، بحاول اني ابعد عنهم ان شاء الله قدر الامكان، واللفه بتجي بعد شوي، فبحاول اهدي. اهم شيء انهم ما يصدموني صح؟ اي ما اتوقع انهم يصدموني، بس يخوفوني كذا. واهم شيء اني ما اوقف لانهم بينزلون اذا وقفت. طيب قاعد نمشي بهدوء. الطريق من وين؟ اللفه اللي طحنا فيها قبل شوي وين؟ اوكي اتوقع ان المفروض نروح يسار الحين، بعدين نروح من هنا. اي هنا صح، جبنا العيد هنا. اوكي الحين لف يسار بعدين انحاش، كمل طريقك. الطريق اللي الحين ما ادري وينه صراحه، فالله يستر يعني، ان شاء الله اني ما اجيب العيد. في سيارات هنا ميته، ليش؟ هو شكل ذولي ذبحوا ناس واجد، هذه سياراتهم هنا، والله شكلها تحريات كلب يعني. بس يعني هذا المنطقي اللي موجود في اللعبه، او اللي قاعد يعطينا شكل السيارات اللي واقفه هنا على الجنب، وفي ناس يلحقوني ما ادري ليش، لاني مريت من جنب المستودع حقهم ما ادري. شكل كان عندهم عمليه صح، عمليه تهريب او شيء. ازدري قاعد انحاش، ماني موقف، شغل الهيد لايتس، اتوقع ليفت كنترول. ايوه ايوه يا اخي من اول. لف لف، تكفى تكفى لا نغرس. لا 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 لا، هلا بالتخشيشه، هلا بالتخشيش، هلا بالتخشيش الثاني يا عيال، يقلعوا من الزحفون. اصبر الطريق يسار، كويس انهم حاطين سور حمايه هنا. في بيت هنا اقدر اسبن فيه ولا ما اقدر؟ هذول باقي يلحقوني لاني ما اشوفهم في الا والله اشوفهم في المرايه. بحاول اني انحاش، والطريق هذا اللي ما ادري وين ينتهي، وانا الى متى انحاش؟ وين الطريق؟ لا 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 لا، بنخش في الشجر، بنخش في الشجر، بنخش في الشجر. غرزت السياره حقتنا. لف يمين يا متخلف، طالع فوق الطعوس ليش؟ وين الطريق؟ نروح يمين عيال، خلونا نروح يمين، نضيعهم شوي. شوف السيارة، والله السيارة السواقة في اللعبة هذه جامدة. هذول باقي يلحقوني يا أخي، وخروا. شوف الميوزك، معطينك ميوزك تتحمس يعني عشان تنحاش صدق. شوف التخشيش من بين الحواري، هذا بالتخشيش اللي صدمنا في الديف. خلاص امشي زين. المرايا صدمني، صدمني، صاروا سريعين. فك فك فك، صاروا سريعين، سياراتهم سريعة ليش؟ ايش ركبتوا يا كلاب؟ ركبوا لي معكم. يا عيال لا تدف سيارتي، لا تصدمها. وينه؟ راح يسار انا، كيف الف يسار؟ اه صدمت، رحنا رجعنا عند السيارات. اه قاعدين ندور صح؟ وينهم الحين؟ اه طاحوا الاغبياء، غرزت سيارتهم صح، غرزت، اتوقع انها غرزت. لكني ليش تطالع فيهم؟ خلها تغرز بكيفهم، انت ايش دخلك؟ لا والله شوفهم وراي باقي. يا الليل، ليش سيارتهم ما تغرز؟ سيارتي انا تغرز. يا الليل، طيب انا بكمل الحين. وكم ماشيين احنا؟ ماشيين 90 صح؟ يا الحين صرنا نمشي 100. الله الله الله، سريع يقلع شكله، شوفه جنبي الحين. لا 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 لا، جدار جدار. غرست غرست غرست. لا والله اني ما غرز ان شاء الله، والله لعكس الطريق وانحاش. وينهم؟ ما اشوفهم. لا السياره قاعده تلفلف لحالها يا جماعه. اصبر ابغى اشوف وينهم الحين، هم وراي باقي. نزلوا الاغبياء صح؟ وينهم؟ ما عاد اشوفهم. اصبر خلنا نوقف نشوف، خلنا نمشي على الطريق اولا بعدين نطالع ورا. هم وراي الحين. اي والله وراي. ليش اوقف وطالع انا؟ ليش ليش ليش؟ شوف 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 كيف تحده، حده حده الكلب، حده على الطين. وخر، شوف اشكالهم يقلعون. والله لحدك على البيت اللي هنا، انقلع. يلا او بنغرز الحين انا وياه. لا لا تكفى تكفى، مش تكفى، مش سيارتي خايسه تغرز سيارتهم عضلات. الى متى طيب انحاش؟ انا ايش سويت الحين؟ ليه طيب انا ليش ما جيت على الناس الثانيين؟ والله العظيم اني ما شفت العمليه حقتكم. اوكي رحنا فيها. السياره انشبت، لا تنزل لا تنزلوا لا تنزلوا لا تنزلون. انشبت سيارتي والله حرفيا انشبت. نزلوا سيارتي انشبت. لا شوف اشكالهم، يقلع اشكالهم، والله يخوفون. انا ايش سويت الحين؟ انا في الحاله هذه ايش سويت عشان تلحقوني؟ ليش؟ والله العظيم انا اوريكم، انا اوريكم يا اخي. لف انت زي الناس. اتوقع لو اني استخدم كنترولر بيكون التحكم اسهل واحسن، لاني استخدم اسهم، الاسهم ما تعطيك تحديد لللف صح. ما قدر احنا يسار صح؟ احنا يمين احنا قبل شوي، او اتوقع ان نروح يسار كل مره، ما ادري الزبده. فبحاول ايش فيني طلعت فوق. لا 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 لا، ما يحتاج نغرز الحين لان ما حد يلحقنا اصلا. اتوقع انه في الاخير انت بتقعد تدور وتدور تدور لين يمسكونك يعني، لان اللعبه ديمو الى الحين. بس خلونا نشوف الحين اذا بنقدر يعني نحاول ننحاش منهم اكثر فتره ممكنه، لان اتوقع انه صارت لعبتنا اللعبه هذه خلاص. يلا شوف شوف الحين، دقيقه دقيقه ابغى اوريكم اللي داخل اللي زابن جوا. اصبر اصبر، تشوفونه؟ تشوفونه؟ اصبر ايوه، شوف شوف قاعد يمشي.
والله قاعد يمشي قبل شيء شفته يركض. وينه؟ لا والله ما في احد. ما في احد والله، وين راحوا؟ يا الليل، على طول ركبوا كلهم الوزن الثقيل قاعدين يلحقوني، حتى حرارة السيارة حقتي مرتفعة. يا رب يا رب انهم ما يمسكوني. وراي هم بعيدين، اهم شيء ان سيارتي اهم شيء ان سيارتي سريعة يعني. وين اللفة حقتنا؟ لا يكون هذه اللفة اللي نغرس فيها، لا نصدم في اللمبات لو سمحت، لان هذه لمبات تنور الطريق ما تصدم فيها يا طيب. طيب اللفة حقتنا هذه، تكفى تكفى، هدي هدي، لا 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 نطيح في المويه، لا نطيح في المويه، ما ادري الرمل، لا طحنا في الرمله، طحنا في الرمله، غرزت السياره حقتي ما عاد اقدر امشي، لا 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 شبي يصدم، تكفى خليني امشي خليني امشي خليني امشي، دكفوا ودفني والله دفني، كفو عليك، شكرا لك يا عزيز العميل، نشوفك مرات اخرى ان شاء الله. اوكي خليني اركز في الطريق، ما ابغى الفلف هنا ولا هنا، هلا بالتخشيش، المشكله جايبين لك مطر يعني عشان تزحلق السياره صدق. شوفوا انا ادري اني اسولف كثير يا عيال، لكني مع الخرشه وكذا قاعد احاول انحاش، بحاول اضيعهم، هل اقدر اضيعهم مثلا؟ او ليه ما ارجع المصنع حقهم؟ اتوقع انه فكره لو ارجع المصنع حقهم، بس انا خلني اعرف اسوق اول عشان ارجع المصنع حقهم. طحنا في الطين مره ثانيه، ممكن صدمه يا طيب؟ لا 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 لا، شوف اشكالهم كيف نزلوا، انا استسلم. شوف الاشكال. السواق طيب ليه ما ينزل؟ السواق ما يبي ينزل ليش؟ وبس يا شباب هذا اللي كان عندي اليوم، اتمنى الفيديو عجبكم، اللعبه رهيبه جدا وهذه ديمو فقط، فاتوقع انهم بيتوسعون فيها ينزلون فيها اشياء اكثر. رابط التحميل تحت الديسكريبشن، بس حجم اللعبه جيجا كامل، اتوقع انها ثقيله مره بالنسبه للديمو هذا البسيط. فبس هذا اللي كان عندي اليوم، اتمنى الفيديو عجبكم، لا تنسون تحطوا لايك، تشتركون في القناه، واكتب لي تعليقك تحت وش رايك في اللعبه هذه. سلام عليكم.